نشجع كل الناس انهم يجوا من كل انحاء العالم على الاردن، لانه زي ما بنعرف هلا سياحه الطعام هي النوع الجديد من انواع السياحه. الناس صارت في معروف ديستنيشن، صارت تكون عندنا معروفه انها بيروحوها الناس عشان الاكل، ومين اغنى من الاردن بمطابخه. الفيجن كان من هذا المهرجان انه يشجع كل اصحاب المطاعم الصغيره والمتوسطه، حتى الاوتيلات الكبيره شاركت معنا. كمان ما راح ننسى في حظ كثير كبير لستات البيوت اللي عندهم شغل عاملينه بالبيوت، ما نسينا كمان الشباب الصغار اللي في عندنا منطقه كامله مقطورات الطعام، هاي بتعطيهم فرصة كمان إنه أول إشي ما يستنوا وظيفة حكومية، إنهم يلاقوا شغلهم لحالهم، إنهم يلحقوا الباشن تبعهم بالطبيخ وبتحضير الطعام. عنا شباب عن جد ببيضوا الوجه، أكلهم كتير زاكي وشغلهم كتير نظيف. بتمنى على الكل إنهم يجوا ويدعموا هدول الشباب ويدعموا كل المطاعم اللي موجودة عندنا.